مساء الخير يا شباب، كل سنه وانتم طيبين. وحشتونا جدا 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 بجد، مشتاق عليكم قوي. يعني الواحد بيشكر معلم دولة حقيقي انه بيديني الفرصه ان انا اشوفه. طيب بما ان اليوم الروحي النهارده على حسب معرفتي بالمعلم دولة، ان اليوم الروحي كله بيركز على الطقس السنوي او القداس في الموسم السنوي. احنا عندنا مواسم كتير، عندنا السنوي، عندنا الفريحي، وعندنا الكهني، وعندنا الشعريني، وعندنا الصيامي، وعندنا الحزيني. دول يعني الموازن الاساسيه عندنا في الكنيسه. وبما انكم المجموعه الكبار هنا يعني، او المجموعه المنوط بها التعليم والقياده في الكنيسه، او انتم الاساس اللي هيعلم وهيطلع منهم الثمر الزرع يعني، فأي حد فينا لما يجي يقود قداس، يعني كمان بالاخص الشمامسه، لما حد يتقال له صلي قداس او انزل قود قداس، بيبقى العقده بتاعته هو التوزيع يعني، او من ضمن الكلاكيع اللي بتبقى موجوده بتقلق منها الشمامسه هي الحال التوزيع. يعني المعلم هو ماشي ببرنامج ثابت كده، بيمسك طقس طقس يخلصه يعني. فعلى حسب معرفتي ان هو طبعا الايام دي انتم مركزين في الطقس السنوي، فاحنا هناخد التوزيع السنوي. التوزيع السنوي هو التوزيع الاساسي في الكنيسه، لانه بيتقال طول ما فيش مناسبه، ودي بتبقى اكبر فتره في السنه ان ما فيش مواسم، يعني الموسم بياخد يومين ويخلص، اسبوع ويخلص، شهر ويخلص، واللي بيستمر معانا هو الطقس السنوي او التوزيع السنوي. التوزيع السنوي بنسميه التوزيع عشان بيتصلى في اثناء توزيع الاسرار، في وقت التناول. اللي كان حاضر القداس النهارده صلينا التوزيع السنوي. ركز معايا، الاهل بسيط ومسموع. انتوا اللي بيشتغل معاكم المعلم بولا السبع طرايق؟ طيب تعالى يا اخي، هتوفروا علينا كتير. ماشي، خدنا ثمان طرايق. ثمان طرايق انا ما خدتهاش، سلمها لي بقى فاخد الحزب. ركز معايا، انا مش شاطر في موضوع الخريطه زي المعلم بولا، بس حاول افك الشفره يعني. هقول مرة نشوف الطلاسم دي ماشية مع اللحن ولا لا. Thank you.
طيب ركز معايا. دي هزه واحده بس واخده زمن اثنين. Oh.
مش طريقة تيرارا نستحمل الدراجة عليه Oh.
Yeah.
واو اثنين على الطويلة، والواو اللي هي الاثنين اللي بنمسكه في بعض دول. طيب واو كمان واو Yeah.
لطيف قوي يعني. من اجمل الالياف على واحدة مسافة ثلاثة يعني لو هنقر عليها هتديني ثلاث مرات Yeah.
اتأخرت وكده واتلمعت دكتور بركة في المعلم دكتور في بعض كده خدته في الأول كانت الدنيا خشنة دلوقتي بقت سفلتت كده وبقت نعمة لا يا ريت اتصفرت بقت لميع دي هنا متسفلتين لا بقيتوا لميع اللحم بقى يطلع سلس كده وزبادي بركة فيك يا عم لا لا أنا اشتغلت بركة في الراجل اللي معاك روحك بدايم مع المكان ربنا يخليك روح اللي صوت الهاتش يا باشمهندس طلع روح حط طلع روح مش ايه
الصناعية هي واحدة بس واحدة في الزمن الدين. Thank you.
بعض دلوقتي. Thank you.
اكس نقول مين عشان الناس ما تلخبطش. Oh.
بس هنا دي بسحبها ثلاث مرات هنا نقطة اتيع وقتهم على طول في روح